السلام عليكم ورحمة الله. ما هو دعاء المساء الذي حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يفعل بحياتك هذا الدعاء إذا حافظت عليه؟ ولماذا ندعو به أصلا؟ وما هو الأثر النفسي الذي ينعكس على حياتنا إذا حفظنا هذا الدعاء وحرصنا عليه ودعونا به كل يوم في المساء. أحبتي في الله، النبي عليه الصلاة والسلام كل ما جاء به هو رحمة لنا. من رحمة الله عز وجل أنه أرسل لنا هذا النبي الرحيم لذلك قال الله في حقه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما, حرص ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فالرحمة والرأفة في قلب هذا النبي على أمته حتى إنه لم يدعو على أمته ولا دعوة سيدنا نوح دعا، سيدنا موسى دعا بالهلاك على فرعون، كل نبي له دعوة في الدنيا إلا نبينا عليه الصلاة والسلام أخر دعوته لأمته إلى يوم القيامة ليشفع لهم، انظروا إلى الرحمة النبوية، لذلك هذا النبي استحق أن يقول الله في حقه ماذا؟ "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، دعونا نقرأ هذا الدعاء أو هذا الذكر العظيم ونتدبر معانيه لأن لأن الذكر أخي الحبيب حقيقة لا يمكن ان يحدث تاثيرا في حياتك اذا لم تفهم معنى هذا الذكر، ولماذا تقول هذا الكلام؟ ولماذا في المساء تحديدا؟ لن ينعكس على حياتك بشيء من الفرح او السرور او الحياه المطمئنه او السعيده الا اذا فهمت معنى هذا الدعاء. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: امسينا وامسى الملك لله، والحمد لله لا اله الا الله. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي اسالك خير ما في هذه الليله وخير ما بعدها، واعوذ بك من شر ما في هذه الليله وشر ما بعدها. ربي اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. طبعا في الصباح كان يقول اصبحنا واصبح الملك لله ويدعو بنفس الدعاء انظر اخي الحبيب نحن بحاجه ان نحصن انفسنا واولادنا من شر الشيطان وشر الحاسدين وشر الاذى وشر المرض وشر الحوادث بحاجه ان تحصن نفسك اخي الحبيب هذا الدعاء حصن لك ولاحظ كثير من ادعيه النبي تبدا بالتوحيد تبدا بالثناء على الله وحمده وتاكيد وحدانيته ليغرس في نفسك ان هناك الها واحدا هو الذي يضر وينفع ويعطي ويمنع ويرزق ويشفي ويكشف الضر وبيده كل شيء امسينا وامسى الملك لله هذه العباره تغرس في نفسك ان كل ما تراه من حولك هو لله سبحانه وتعالى وعندما تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هذا فيه توكل على الله فيه تسليم امرك لله لان بيده كل شيء ما هو سبحانه وتعالى بيده الخير بيده الشفاء بيده ان يكشف عنك هذا الضر ان ينجيك من شر انت لا تعلمه بيده ان ييسر لك امورك في الدنيا في الدراسه في العمل في الزواج في السفر في كل شيء وبالتالي يجب ان تقتنع وتقنع نفسك لا بمجرد الكلام بل بالفعل ان هناك اله واحد متصرف في الكون ليس له شريك لا احد يضرني او ينفعني او ينفعني الا باذن الله لا احد يملك لي الرزق الا الله عز وجل انا هنا ارتحت نفسيا فاذا هذا الامر اخي الحبيب ينبغي ان لا يغيب عنك ابدا بعد ان ايقنت بوحدانية الله وقدرته وانه هو المتفرد في القدرة تبدأ بطلب طلب رائع تسأل الله خير هذه الليلة وخير ما فيها كل ليلة فيها خير لا نعرفه قد يغيب عنا هذا الخير قد يكون الخير عبارة عن هداية قد يكون هذا الخير عبارة عن رزق قد يكون هذا الخير في صرف مرض عنك وأنت لا تدري فتسأل الله خير هذه الليله وخير ما فيها، وتعوذ بالله من شرها وشر ما فيها، قد يكون فيها لص سارق سيسبب شرا لك فتستعيذ بالله من شره، لذلك هذا من الادعيه الشامله، يعني انت تسال كل انواع الخير، بعض الناس يركز دعائه يا رب ارزقني المال فقط، يركز دماغه على المال فقط، مال 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 اموال وينسى ان هناك الكثير من الاشياء اهم من المال، الصحه والعافيه والمراه الصالحه والابن البار، الجار الصالح هذا رزق، ان يصرف الله عنك حادث او شر مرض او شر لا تعلمه، هذا رزق عظيم، لذلك انت تسال الله عز وجل خير هذه الليله وخير ما بعدها وتستعيذ به من شرها وشر ما بعدها، ثم تستعيذ بالله من شر الكسل، رب اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، يعني الانسان عندما يكبر في السن تعتريه الامراض والضعف والنقص وخلل في دماغه، يصبح عاله على الاخرين، يشعر انه ثقيل على الاخرين، يستعيذ بالله من سوء الكبر. الأشياء التي قد تصيبك في الكبر سيئة تسوءك تستعيذ بالله من شرها، وتستعيذ بالله من الكسل لأن الكسل الخمول، كثير منا يعاني في دماغه ملايين الأفكار ولكن لا يفعل أي شيء، كسل الشيطان دائما يجذبك إلى الأرض، يريدك أن تجلس وتحزن، لا يريدك أن تنشط وتعبد الله وتعمل وتقدم الخير للناس، يريد.. أن يجمدك في مكانك، ثم تستعيذ بالله من عذاب في النار وعذاب في القبر. نصيحة أخي الحبيب، إذا كنت ممن يتأثرون بأنه لا عذاب في القبر، غير هذا المعتقد لأنك لن تستفيد شيئاً. يعني إذا اعتقدت أنه لا يوجد عذاب في القبر لن تغير شيئاً من الواقع، فالأفضل أمام هذه الأحاديث الصحيحة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستعيذ بالله من عذاب القبر. لن تخسر شيئا وتستعيذ بالله من عذاب النار فعندما تستعيذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر معنى ذلك انك لم تعد قادرا على المعصيه حتى فكانما تقول يا رب اجرني ابعدني عن الاعمال التي تهلكني في نار جهنم، اعوذ بك من اي عمل يسبب لي عذاب القبر فهذا الدعاء ايضا يقوم سلوكك في الحياة يجعلك انسانا صالحا والانسان الصالح اخي الحبيب تكون حياته مطمئنه سعيده، الله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، فاذا انت في هذه الحاله وحدت الله ضمنت براءه من النار التوحيد من قال لا اله الا الله دخل الجنة، ولكن بشرط أن تكون مقتنعا بها، يعني هناك ملحد يقول لا اله الا الله، ولكنه غير مؤمن بالله، لا يستفيد شيئا. الكلام هنا كلام القلب وليس كلام اللسان. فلذلك أنت هنا بما أنك وحدت الله لا اله الا الله وحده لا شريك له، واعترفت أن الملك هو لله سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد، فإذا أنا في هذه الحالة ارتحت من الهموم بعض الناس يربط حياته بانسان اخر يقول هذا الانسان يمكن ان يحرمني من الرزق يمكن ان يطردني من العمل فتجده يحرص على ارضاء فلان وفلان وفلان حتى انه يتحول الى منافق احيانا كل ما يطلب منه ينفذه من دون تفكير حتى لو كان خطا فمثل هذه العقيده النبي ارادك ان تبعدها عنك عقيده أن فلان يضر وينفع، وفلان يرزق، وفلان يعطي ويمنع، لا. كل ما تراه في الكون هو أسباب الله يحركها، فهذا الرجل صاحب العمل لا يعطيك شيئا إلا بأمر الله. هو مسخر أصلا لخدمتك، يجب أن تنظر له على أنه مسخر، فهذا يريحك جدا، لأنك إذا ربطت دماغك بالبشر تبقى في حالة قلق لأن البشر متقلب، الإنسان متقلب، يمنع. منان، يؤذي، يمنع الخير، مناع من للخير، هذه الصفات الانسان للاسف الا ما رحم ربي، لذلك انت عندما وحدت الله واعتقدت ان الملك كله لله سبحانه وتعالى هذا اعطاك راحه نفسيه هائله جدا، ولماذا عند المساء لتنام نوما مطمئنا، لان الانسان عندما يخلد الى النوم اذا كان في راحه نفسيه في حاله من الراحه النفسيه وكان مطمئن القلب النوم يكون مفيدا له ويكون ينام نوما قرير العين ويكون سعيدا ما نحن ما هدفنا في الحياه السعاده ان نحقق السعاده والطمانينه فامر النبي بهذا الدعاء اثناء المساء ليصرف عنك القلق والهموم لان كثير من الناس يقلق اثناء النوم يعني هذا الدعاء لعلاج القلق يقول لك انا لا استطيع ان انام في الليل طب لماذا لا تستطيع لان دماغه يعمل مع البشر في الدنيا، بعيد عن الله. هنا النبي يريدك ان تعزل دماغك، ان تبعده عن الناس وشرورهم ونقصهم ويقول لك خليك مع الله سبحانه وتعالى، كن مع الله. ثم عندما تسأل تسأل الله عز وجل خير هذه الليله وخير ما بعدها وخير ما فيها وما بعدها، وتعوذ به سبحانه وتعالى من شرها وشر ما بعدها، ايضا هذا يعطيك نوع من الاطمئنان والسكون. قبل النوم، يساعدك على النوم، وعندما تستعيذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر، يعني وتستعيذ بالله من الكسل ومن هذه من هذا التكاسل، ومن الاشياء التي قد تحدث في المستقبل من سوء الكبر يعني الامراض وكذا، فحقيقة اخي الحبيب هنا مثل انسان ينفض عنه الصدأ والغبار، وهذه التي تراكمت طوال النهار ينفضها فيصبح نقياً هادئا مطمئنا بذكر الله سبحانه وتعالى لذلك أخي الحبيب دعني أكرر معك هذا الدعاء احفظه الآن وإذا كان صعب الحفظ اكتبه على ورقة وضعه بجانبك اكتبه على الموبايل وكرره مرة مرتين ثلاثة كل ما كررت أفضل هو النبي كان يقوله مرة فأنت لكي تحفظه كرره لكي يحفظ معك خلال عشرة أيام تجد نفسك أنك حفظته فيصبح يدور على لسانك بشكل طبيعي الدعاء يقول أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر ولا تنسى أيضا في الصباح أن تقول أصبحنا وأصبح الملك لله وتدعو بنفس الدعاء نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته